طيب خلينا يا شباب ناخذ امثله اضافيه على الليجل اكسبريشنز، وهنا بدنا نراجع بشكل سريع المثال اللي احنا اخذناه المحاضره الماضيه، لانه يعني انا بعطيكم هنا نص السؤال بهذا الشكل عشان تعرف كيف نمط الاسئله، انه كيف تيجي اسئله على الريجولار اكسبريشنز. طبعا هنا احنا المطلوب انه انت تجيب الماكس والمن سبام سكور اللي موجوده انت عندك في الايميل. حكينا المره الماضيه انه الايميلات هيها بتبدا بالترويسه زي هيك، تمام، وانت عندك المعلومات هذه الريتيرن باث ريسيفد اكسيفد ريسيفد ريسيفد ريسيفد، انه عندك معلومات اضافيه بيستخدمها برنامج البريد الالكتروني زي الاوتلوك والجيميل، بس انت بتكونش ظاهره لك كمستخدم عادي، تمام. في انت عندك من ضمن المعلومات هنا الاكس دي سبام كونفيدنس، فهذا عباره عن سكور رقم يعني بيحدد قديش انه الرساله هذه سبام، الرينج تبعه من 0 ل1، يعني هاي على سبيل المثال 84، انه هو معناها انه متاكد انه الرساله هذه 84% انه هي سبام. سبام يعني رساله مزعجه بتكون فيها اعلانات وترويجات وشغلات مثل هيك يعني. طيب ايش المطلوب؟ المطلوب انه انت تكتب برنامج، تمام. خلينا احط لك اياها هاي مالتي لاين، عشان المطلوب انه انت تكتب برنامج لاستخراج السبام سكور. سكور يعني رقم، وسبام تعرف السبام اللي هي الرسائل المزعجه، تمام، من ملف الرسائل الالكترونيه وايجاد اعلى وادنى قيمه للسبام. فبالتالي هذا احنا في الرساله الاولى زي هيك، انزل تحت انزل تحت، هاي from، بدينا في الرسالة الثانية برضو نفس النظام return path received وهكذا لغاية انزل تحت انزل تحت. في عندك هنا xd spam confidence، معنى ذلك انه كل رسالة في لها spam score، فالمطلوب انه انت تستخرج كل السبام سكور وتجيب لي اعلى قيمة وادنى قيمة. طيب أول حاجة إيش بدنا نسوي؟ بدنا نفتح الملف، هاي موجود أنا عندي في نفس المسار هنا، هاي الميل بوكس الأنبوكس شورت، هاي هو هذا نفس الملف، تمام. والخطوة الثانية إنه إيش بدنا نسوي؟ بنعرف ليست فاضية بنخزن فيها السبام سكور، بعديها بدي ألف على كل سطر. طبعا هنا تفصيل أكتر إنه ليش إحنا عملنا R strip write strip، عشان أنت ما تضطرش هنا في النهاية إنه أنت تقول له في السيرش إنه أنا في عندي slash n أو أي حاجة زي هيك، فأنت هنا تعمل له strip من جهة اليمين، تمام، معنى ذلك إنه أنت بتشيل slash n من نهاية كل سطر خلاص، تمام. بعديها الخطوة اللي بعديها انه احنا بنعمل ماتش. كيف بنعمل ماتش؟ بنستخدم دالة الفايند اول، نعطي له خلي بالك بدك تعمل لي ماتش من بداية السطر ويكون اكس داش دي سبام داش كونفيدنس نقطتين سبيس، لانه هي سبيس موجودة طلع عليها هنا، تمام. بعديها بدك تحكي له انه اللي انا بدي اياه سلسله من الارقام الرينج تبعها من 0 ل 9 بالاضافه للفاصله العشريه، وهذا التكرار تبعه 1 اور مور. هلقيت انت لو تركتها زي هيك ايش بصير؟ بروح بجيب لك هذا الكلام كله في النتيجه، بديش اياه هذا كله، انا بس بدي الرقم، فعشان هيك ايش بحطه؟ بحطه بين قوسين انه هي اللي بدي استخرجه، هاي البدايه والنهايه تبعته، تمام.
هو على فكرة أنا هاي هنا أوكي هي هو نفس الإكسبريشن هنا تمام. فأنا بحكي لك إنه هيعمل ماتش لكل هذا الكلام وهيحطه في النتيجة. أنا ما بديش إياه، إيش بدي؟ بدي أستخرج الرقم فقط، بقول له هاي بدايته وهاي نهايته. طبعا أنا بعطي له هنا اللاين تمام، لأنه أنا بلف على كل لاين في الان فايل، بعمل له ار ستريب، بشيل السلاش ان وبعمل ماتش. طيب هجيت لغاية الآن عشان أنت يعني تتخيل النتيجة كيف، بدي أطبع لك السكور. أنا خزنت لك النتيجة في السكور، بدي أطبع لك إياها عشان أنت تعرف كيف شكل النتيجة. خليني أشغل لك إياها زي هيك. إيش هذا؟ empty list، في نتيجة من أي سطر؟ أي السطر الأول فوق، في هنا رقم جاي بعد الـ XD spam confidence score. فيش مش بقى. السطر الثاني، لا ثالث، ضلك انزل هنا لغاية هنا في نتيجة تمام. النتيجة كيف خزن لي اياها؟ خزن لي اياها كنص، يبقى عبارة عن ليست فيها نص واحد اللي هو عبارة عن الرقم هذا كنص. عشان هيك احنا ايش بنسوي؟ انا هذا السطر الغيه بس عشان انه انا ورجيتك كيف بيكون شكل الناتج. عشان هيك احنا حطينا هذا الشرط. ايش هذا الشرط؟ يعني انه اذا كانت الليست فاضيه كونتينيو بديش اياه. هجيت الكونتينيو حيروح على اي سطر؟ اي سطر في الكود؟ على وين؟ قول لي على اي سطر، على رقم السطر في الكود، على 7 تمام؟ برجع على بداية اللوب، معنى ذلك انه هنا هل هذه بجيبها؟ لا. او انه هل بنفذ هذه؟ لا. خلص على طول بروح برجع على سطر 7. ليش؟ لانه احنا بدنا نتجنب انه لما يكون في عندي انا ليست فاضية مش موجود. لما يكون انا عندي ليست فاضيه زي هيك واحكي له ال اوف الزيرو بيعطيني اندكس ايرور بالضبط. فعشان هيك لما انا بدي اتجنب انه يعطيني اندكس ايرور في هذه الحالات، فعشان هيك انا بحط هذا الشرط. اذا كان اللين تبع السكور بيساوي زيرو، معنى ذلك انه هي عباره عن امتي ليست، ساعتها انه بعمل كونتينيو، سيبه وروح على النتيجه اللي وراها او السطر اللي وراها. طيب لو كان الليست هذه فيها نتيجه، مش راح يكون طولها صفر ومش راح تتنفذ الكونتينيو، وبشكل طبيعي راح يروح على سطر 14. ايش في سطر 14 بسوي؟ بجيب سكور اوف الزيرو، لانه زي ما حكينا انه النتيجة عبارة عن ليست فيها عنصر واحد، فبدي استخرج العنصر هذا، فبقول مباشرة انه الاندكس زيرو. طبعا بعمل له بارس كفلوت، بحوله لفلوت، بخزنه في فاريبل اسمه num، والنم هذا بنعمل له ابند وين؟ في الليست اللي احنا عرفناها فوق هنا تمام. هيك انت بتكون بعد ما انت خلصت اللوب خلاص بتكون انت جمعت كل السكورز، وساعتها بتقدر تجيب الماكسيموم وبتقدر تجيب المينيموم. استخدم البيلت ان فانكشن الماكس والمين تمام؟ واضح؟ طيب يبقى اعلى سكور انا عندي كان 99 وادنى سكور 61. شوف مثال تاني. هذا مثال، يعني مشابه لأمثلة احنا حليناها سابقا، بس بدنا نركبها على بعض. المطلوب انه انت تكتب برنامج يستخرج السبام سكور والبريد الالكتروني من ملف الرسائل الالكترونية. انا بدي اثنين، بدي البريد الالكتروني تمام بالاضافة للسبام سكور، اللي انا بدي اعرفه انه تكون النتيجة انا عندي زي هيك.
إنه هذا الشخص اللي أرسل البريد الإلكتروني ستيفان إنه السبام سكور تبعه 84 ولويس 61. طبعا هنا ممكن أضيف لك يعني تفصيل هنا، والبريد الإلكتروني من الترويسة مقصود هنا بالترويسة أنا بقصد from، من ملف الرسائل الإلكترونية، يعني النمط تبعها إنه بدك تستخرج البريد الإلكتروني اللي بعد from بالإضافة لإنزل تحت والسكور هذا. هذه مسألتين سابقتين حليناهم، بس بدنا نركبهم على بعض، بس بدنا نحل بطريقة مختلفة هاي المرة. كيف؟ بديش ألف أنا على كل سطر لوحده، إيش بدي أعمل؟ بدي أقرأ الملف كامل، هايو فتحناه هنا ونقرأه كامل. هل لقيت هذه الدالة read إيش بتعمل؟ بتقرأ لي الملف كله كامل، بتحط لي إياه وين في المتغير in file. مرة إيش؟ حقيت هذا الريد إنه بالضبط، بس هنا بعد الأوبن بدل ما أنت تعرفها في هاندل وتعمل الهاندل هذا دوت ريد، ممكن تعملها مباشرة زي هيك. تمام؟ يعني زي ما انت عندك ليست مثلا هلو، بتقول له دوت سبليت زي هيك، ايش بترجع لك؟ ليست. ممكن تستدعي كمان دالة في الليست تقول له دوت ريفرس، نحطها في جملة طباعة عشان ما فيش سبيس. نقول له هنا هلو وورد، لأنه دالة السبليت تفصل على أساس السبيس. طيب اوكي، ممكن نقول له هنا 1 2 3، ممكن تقول له هنا دوت ريفرس. تحطها في جملة طباعة. اوكي اس بتساوي هلو world. تمام، بتقول له هنا اس دوت سبليت، هاي الناتج تبعها، وتقول له هنا دوت ريفرس. نعم، مش برجع زي ما هي انه اس 2 بتساوي انه ناتج السبليت اعمل له ريفرس وخزن لي اياه في اس 2. تمام، اس 2 هاي فاضيه. طيب لو قلنا اس 2 بتساوي اس دوت سبليت في بعديها اس 2 اس 2 دوت ريفرس هيك عكسها. هو عشان هيك انه هو بغير على الليست نفسها، انه هو مش بيرجع ليست. طيب ما
ممكن انا امثل لك اياها بداله السترينج، انه انت مثلا تقول له هنا هالو وورلد، في هنا عندي سبيس زياده، هنا بتقول له strip، ومن السترب بنقول له هنا ابر، بيحاولوا كله كابيتال. فبالتالي هنا من داله انت استدعيت داله ثانيه، لانه هذه اصلا بترجع سترينج، فبالتالي انت استدعيت داله ثانيه زي، لانه هاي الريفرس اصلا بتغير على نفس الاوبجكت زي هيك، لكن هنا انه هذه بترجع قيمه والنتيجه اللي رجعتها هي تستدعي منها داله ثانيه. فهنا نفس الشيء، انا عندي دالة الاوبن بترجع هاندل، من الهاندل انت بتعمل اوب ريد للفايل، لكل محتويات الملف بهذا الشكل، تحطها في سطر واحد بدل ما انت تعملها في اكثر من سطر. طيب كيف بدنا نوجد السكور؟ شغلة حليناها سابقا احنا، فايند اول، بقول له من بداية السطر XD spam confidence نقطتين سبيس، واقول له من 0 ل 9 بالاضافه للفاصله العشريه، وهي النص اللي بدي استخرجه. وايش اديت له؟ الان فايل. بس محتاج ان انا اعطي له كمان باراميتر ثالث، ايش هو؟ RE multi line. ايش السبب؟ انه الفايند اول باي ديفولت هي بتكون الوضعيه تبعتها انه هي بتبحث في نص في سطر واحد. كيف بدنا نفعل وضعية انه هو يبحث في عدة اسطر؟ بعطي له هذا البارامتر الثالث اللي هو RE dot multi line بالضبط. فبالتالي انت بتعملها في سطر واحد وبتريح حالك. طبعا هنا ايش سويت؟ النتائج كلها السكورز كلها هي مخزنة هنا. انا ايش عملت؟ طبعت عينة بس اول ثلاثة عشان اتأكد انه الامور تمام ولا لا. ممكن اطبعهم كلهم. وهنا في الايميلز برضه نفس الفكره، بدي ابحث على الايميل، هذا سؤال حليناه سابقا، بقول له هنا بدي من اول السطر بعديها from space، واقول له non white space at non white space، والنص اللي بدي استخرجه هي بدايته وهي نهايته. بنعطي له الان فايل، بالاضافه بنفعل وضعيه المالتي لاين. وهنا نفس الفكرة، انه انا بطبع عينة اول ثلاث ايميلات، ثلاث ايميلات، وهنا اول ثلاثة سكورز، بس عشان اتأكد انه الاستخراج تم بطريقة صحيحة. دائما اطبع النتيجة عشان انت تشوف انه صحيح ولا لا. بعد هيك انه ممكن هذا السطر ايش تعمل فيه؟ بتعلقه زي هيك، تمام؟ هاجيت في هذا السطر، ايش انا بعمل؟ بفحص هل طول السكورز يساوي طول الايميلات؟ فناتج هذه الجملة ايش؟ ترو او فولس. احنا مش اتفقنا انه كل ايميل في له سبام سكور، فيفترض انه طول التولس انه يكون واحد. لو كان الطول تبعهم مختلف معنى ذلك انه في خلل معه. فعشان هيك انا عشان اطمن بروح بطبع هل طول هذه بيساوي طول هذه؟ تمام؟ بعد هيك ايش بسوي؟ انا عندي هاي السكورز وهي الايميلز، بدي الف عليهم واطبعهم جنب بعض زي ما انت شايف على الشاشة. يبقى هنا خليني اطلع لك الاوتبوت واحدة واحدة، انه اول ثلاثة سكورز هيهم، اول ثلاث ايميلات هيهم، هي نتيجة انه طول الليست بتساوي طول الليست اللي هي في سطر سبعة، تمام؟ وبعديها المطلوب انه انا اطبع كل ايميل ايش قباله السكور تبعه. فايش بستخدم؟ بستخدم الزد اي بي، بعمل iteration ايميل سكور كوما سكور زد اي بي ايميلز سكورز. خلي بالك هنا scores emails هيهم هنا، تمام؟ وهنا email بدون s وscore بدون s، بحطها في جملة فورمات انه هنا بطبع الايميل في الاول بعديها بطبع السبام جنبي زي هيك slash t.
ايميل سكور. طلعنا عندي النتيجة زي هيك، هاي الايميل، هاي قباله السكور تبعه، تمام؟ واضح؟ كيف؟ هاي هم أول ثلاث إيميلات، هاي أول ثلاثة سكور، وهي أول ثلاث إيميلات. لقيت هدول الطباعة اللي أنا عملتهم ليش؟ عشان أشوف إنه هل الفايند أول اشتغلت صح وفعلا استخرجت إيميلات، لأنه أنا ممكن أكون غلطان في وين؟ في هاي. فأنا بتأكد إنه صحيحة، بستخرج أرقام وهنا بستخرج إيميلات، فعشان هيك طبعت أول ثلاثة هنا وأول ثلاثة هنا. بعد هيك إيش بصير المطلوب؟ تطبع كل إيميل قباله السكور، إيميل سكور، تلف عليهم كلهم، فهيهم هايهم كلهم، هاي كل إيميل والسكور تبعه، تمام؟ واضح يا شباب؟ مفهوم؟ يبقى صيغة السؤال هنا إنه أنت بدك تكتب برنامج إنه أنت تستخرج سبام سكور والبريد الإلكتروني المرسل اللي هو فروم، يعني اللي أرسل هذا البريد، وتطبع لي إياهم جنب بعض. زي ناخذ مسألة ثانية، إنه إحنا بدنا نستخرج السعر. سعر زي كيف مثلا؟ انا باجي بحكي برايس بتساوي كذا، او ممكن يكون موجود في جمله زي هيك وي جاست ريسيفد 10 دولارز فور كوكيز، احنا استلمنا 10 دولارات للكوكيز، فالمطلوب استخراج. هذا عباره عن نمط، ايش هو؟ مر علينا قبل هيك عشرة بوينت زيرو زيرو، مر علينا زي هيك قبل هيك، زي السبام سكور، بس ايش الاضافي؟ دولار ساين. كيف؟ صحيح، بس هنا قبليها بده يكون دولار ساين، بس الدولار ساين هنا خلي بالك بدنا نعمله سكيب. ليش سكيب؟ لانه الدولار اصلا من ضمن الرموز السبيشال كاركتر اللي هو بيعتبرها انه هي نهايه السطر، فكيف بده يميز انه انا انه انا مش قصدي نهايه السطر، انه انا قصدي اشاره الدولار، فبروح بحط سلاش للدولار ساين. واضح؟ هاي معنات الاسكيبنج. يعني على سبيل المثال انت بتعمل برنت هالو My name is أحمد. السلاش هاي أنا بدي إياها تنطبع. يعني هنا مثلا لو حطيت سلاش تي بدي إياها تنطبع. كيف بخليها تنطبع؟ بحط كمان سلاش. طبعت سلاش تي زي ما هي في النص انا عندي، فبالتالي الاسكيبنج انه انت مجرد ايش بتسوي؟ بتحط له سلاش. يبقى اي رمز من الرموز اللي هنا بدك تستخدمه جوات النص تبعك اللي انت بتعمل عليه سيرش، ايش بتعمل له؟ تحط سلاش قبله. لو انت كنت بتقصد هنا احنا بنحط الزائد ايش؟ one or more. لو انت بتقصد فيها اشارة الجمع بتحط سلاش زي هيك. فبالتالي ببساطة احنا ايش راح نسوي؟ بنقول له find all اشارة الدولار ساين متبوعة بايش؟ سلسلة من الارقام من 0 ل 9 بالاضافة للفاصلة العشرية والتكرار تبعها one or more. فبالتالي هنا لما اطبع الواي بيطبع لي اياها زي هيك. هنا مثال ثاني، بس هذا المثال عبارة عن تكست، والتكست هذا ايش ماله؟
ايش ماله التكست هذا؟ نص. بس ماله النص؟ مالتي لاين، عدة اسطر، مالتي لاين. فبالتالي هنا نفس اللي فوق بالضبط، نفس السيرش، بس ايش اعطيته التكست، وهنا فعلت وضعية المالتي لاين. وهنا بدي اجي اطبع فاستخرج بالضبط. انا عندي هاي النص، اول جملة I bought a laptop for، اشتريت لابتوب ب 545 دولار، حليب دولار ونص فقط. وهنا سعر القطعة the price of piece is 12 دولار وستة من عشرة including VAT. ايش الفات؟ value added tax. نعم، يعني هذا السعر شامل الضريبة. هاي الجملة أنا بروح على الجامعة كل يوم ما عدا الخميس، فيش فيها أسعار بالضبط. فبالتالي هنا استخرج الـ 545 والدولار ونص والـ 12.6. هاي طيب، لو غيرت لك نص السؤال هنا، أكتب برنامج لاستخراج كل الأسعار من نص، فبتكون النتيجة زي هيك كليست. لو غيرت لك نص السؤال قلت لك اكتب برنامج لطباعة الأسطر التي تحتوي على سعر بالضبط، بس بدك تستخدم ايش؟ احنا ايش استخدمنا؟ find all، ولكن هنا بدك تستخدم search. ايش السبب؟ انه في السيرش انت ممكن تستخدمها في جملة if، لانه انت تقدر تعتبر انه إذا رجعت match يعني true، وإذا رجعت none يعني false. تمام؟ فبالتالي إنه هاي النص لفيت على كل سطر في النص، بعد طبعا بعد ما قطعت على أساس slash n new line. تمام؟ عملت search، إذا نتيجة السيرش true ساعتها إيش بسوي؟ بروح بطبع هو نفس هذا بالضبط، خلي بالك نفس هذا، بس انا يعني هاي الجمله ملهاش لازمه، مش ضروريه، بس انا بورجي لك شو الماتش اوبجكت اللي بيطلع كل مره. وهنا بطبع السطر، فهنا رجع لي ماتش اوبجكت، السبان تبعه من 22 ل 29. تمام، والماتش هيو، وهي السطر. الماتش الثاني من 18 ل 23، يعني من الكاركتر 18 للكاركتر 23 النتيجة، وهي الماتش. والثالث زي هيك من 26 ل 32 وهي الماتش. الجملة الرابعة طلعت معايا هذه اللي في سطر 6؟ لا. تمام؟ فبالتالي أنا هنا في هذا السطر بس مجرد إنه أنا ورجيتك الماتش في كل سطر إنه هو ترو بالضبط، ملوش لازمة. فبالتالي انه المطلوب انه تطبع لي الاسطر فقط اللي فيها سعر زي هيك. تمام؟ واضح يا شباب كيف انماط الاسئلة؟ انه حسب ايش المطلوب، انه مرة ممكن تطبع لي السطر، مرة ممكن تستخرج لي الرقم، تستخرج عدة ارقام. كيف؟ find all لا، بس ممكن تستخدمها اذا الليست فاضية، لأنه هي بترجع ليست في كل الأحوال. إذا فيش نتيجة بترجع ليست فاضية، فبالتالي بتروح تفحص إذا اللين تبع ليست بيساوي زيرو، معنى ذلك إنه ما فيش نتيجة، أو بتفحص إنه إذا كانت اللين تبعت الليست بالضبط. هاي السعر لحاله. هنا؟ لا، القوسين هذول انت بتقدر تستخدمهم في دالة الفايند اول. نعم، يعني هنا احنا لما كنا نبحث كنت تقول له انه فايند اول اعمل لي ماتش لهذا كله بس استخرج لي هذه المنطقة. اما دالة السيرش
لا، ما انه بتقدرش تستخرج منها نص، هي بتعمل لك ماتش او لا بترجع، عشان هيك انه هي دائما اصلا بترجع ماتش اوبجكت زي ما احنا شفنا هنا قبل شوية، ماتش اوبجكت. تمام؟ في سؤال كمان؟ ايش هما؟ بعتقد انه انت ممكن تستخدمهم بس ما لهم مش معنى، لانه اصلا السيرش ابحث تطبع بتستخرجش نتيجة، دالة الفايند تستخرج نتيجة. يعني هنا متى انت بتستخدم الاقواس؟ يعني هنا لاحظ معايا، انا عندي فور فور وهنا از، لو قلت له انا بدي فور وعمل لي ماتش لهاي المنطقة، شوف النتيجة. خلينا نشوف ايش الاسطر بالضبط. فهي تستخدمها في الماتش لكن تقدرش تستخرج منها انه يطبع لي نتيجة. خليني اطبع لك الماتش اوبجكت هنا، وهنا نقول له نفس الفكرة انه from 4. اوكي، خليني اعمل لك اياها اصلا لوحدة جديدة، وهذه نخليها زي ما كانت. وهذا السطر احنا اتفقنا انه مالوش لازمة خلاص. اوكي تمام. وهنا نيجي بنحكي له انه اوكي 4 تمام، وهنا بدنا نشوف الماتش اوبجكت تبعه. فاحنا اتفقنا انه هنا في الفور انه بيطبع لي سطر 3 وسطر 4 5 لا تمام، بس يشوف الماتش اوبجكت ملهاش تأثير. يعني هنا انا حاطط الاقواس تمام، ولكن في الماتش ملهاش تأثير. متى بيكون في لها تأثير؟ في دالة الفايند. في دالة الفايند بتستخرج نتيجة، فبتقول له النتيجة بدي استخرجها، بتحط له قوس البداية وقوس النهاية. تمام؟ في أي أسئلة كمان؟ تفيلك علامة، تفيلك علامة، مين كمان سأل؟ وأنت فيلك علامك. سلام يا سلام.